راه نقولوا الشاي اللي يتميز بذوق وسحر خاص. ما كاش فينا واحد يروح يزور الجنوب وما يدوقش هذا الشاي في قاعده او سهره صحراويه. ومؤخرا لاحظ انتشار محلات بائعي هذا الشاي بكثره في المدن الجزائريه خاصه الكبرى، واللي يشهدوا اقبال كبير من طرف الجزائريين بحثا عن طعم الصحراوي ومذاقه الفريد من نوعه. وعلى العموم الشاي يحتل مكانه كبيره في المشروبات عند الشعب الجزائري، فهو سيد مائده السهرات الرمضانيه والمشروب اللي يبدا العديد منا او يختم به يومه. لكن القليل منا برك اللي يعرفوا اصوله او قصه انتشاره في الجزائر. على هذه اليوم في الحكايه وما فيها راح نتعرفوا كيفاش دخل الشاي الى الجزائر. اولا نبداو بتسميه الشاي، بحيث عنده في الجزائر تسميتين، فهو الشاي في اللغه الرسميه ولاتاي في الاستعمال العامي الرائج عند الجزائريين، وبهذا فهو تعريب مباشر لكلمه الشاي في الفرنسيه تي. الاتاي في الجزائر كان مشروب يقتصر على الطبقه الحاكمه والبرجوازيه، اي كان حكر عليهم وعلى كبار العائلات الجزائريه قبل الاحتلال الفرنسي سنه 1830. دخل الشاي الى الجزائر في العهد العثماني، بدا يتسرب شيء فشيء لدى الفئه الحاكمه للجزائر من بعد باش وصل لعامه الشعب الجزائري. ففي البدايه كان مرتبط فقط الى حد كبير باحتفالات الجزائريين، بحيث كان يقدم في حفلات الزواج مع عده انواع من الحلويات التركيه، ولحد الان لا تزال اثار العثمانيه بالجزائر من قصور ومباني اداريه شاهده على مكانه الشاي في تلك الفتره. اما بعض المؤرخين فيرجعون وصول الشاي للجزائر الى التجاره والتجار اليهود اللي سيطروا على الاقتصاد مع بدايه القرن التاسع عشر، بحيث كانوا يصدروا القمح الى اوروبا ويستوردوا منها مختلف السلع والبضائع ومنها الشاي. ومع الاحتلال الفرنسي للجزائر بدا الشاي يستحوذ على مكانه القهوه التركيه عند الجزائريين، بحكم ان الشاي كان المشروب الاول للفرنسيين اللي كانوا مقيمين بالجزائر وزرعوه في الاراضي الجزائريه واستوردوه بكثره. الشاي كان حاضر بقوه في مسار تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي، بحيث انه معظم قاده الحركه الوطنيه والثوره الجزائريه كانوا من محبي ومدمني الشاي، وخاصه اعضاء المجموعه السته اللي فجرت الثوره الجزائريه، محمد العربي بن مهيدي، المناضل مصطفى بن بولعيد، كما كان زعيم الحركه الوطنيه الجزائريه مصالي الحاج لا يجلس في مجلس بلا ما يحتسي كوب من الشاي. الامير عبد القادر ايضا ما كانش يستغنى عن الشاي، بحيث انه كان يقدم له في فتره اعتقاله بالسجن، وحتى الطرق الصوفيه بالجزائر كان لها دور في انتشار الشاي بالجزائر، بحيث وحسب المؤرخ عبد الملك مرتاد فهذه الطرق الصوفيه الرئيسيه كان لها نوادي في الاسواق يجوا لها الاشياء ويشربوا الشاي ويذكروا الله على طريقتهم. لينال الشاي مع مرور الزمن هويه صحراويه في الجزائر للطريقه الخاصه اللي حضروه بها ناس الجنوب، واللي خلاته متميز عن الشاي في باقي ربوع الوطن من مناطق ساحليه وداخليه. كانت هذه حكايه الشاي الصحراوي ما فيها النهار اليوم. نتلاقاو في عدد اخر مع حكايه جديده. شاركونا ارائكم استفساراتكم وحتى انتقاداتكم، وما تنساوش جيم بارتاج وسبسكرايب. تشاو تشاو.